هون اخي هون. شو هالمصيبة هي اللي بتجينا؟ شغل بالنهار وسهر بالليل. طول بالك سهري، طول بالك، خلات بيت مصحابي سارقين فرنش شاغور وباب سريجة كمان. معناها قصة الحرمية مزبوطة. مزبوطة مزبوطة مزبوطة، مشان هيك لازم نضل فاتحين عيوننا 10 على 10. سليم روح اسمع عبد القوام لشوف. عمرك قوام دير بالك خالي، نبهت على وفاري؟ ايه نبهت على وفاري، قلت له ما يفتح باب الحارة لابن مخلوق. طيب خلونا نفوت هيك بالدخل. يلا 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 يا رب. يا عم يا رب دخيلك يا رب. طمني يا رب، طلع حدا منهم؟ شفتي حدا اجالك بنتي؟ هلا الا ما حدا يجي منهم وتطمن. يا دافع البلا، يا دافع البلا يا الله، طمنا يا رب دخيلك. عندك لا؟ لا عندك لا؟ شو لا فيش كل انا، انتو مين بعدكم؟ احكي انت وياه ولك احكي. ما حدا بعدنا عمي، نحن لحالنا، واللي بعدنا هو الجوع. ايوه شو ناهبين غير حالتنا؟ ولا شيء. لك شو ولا شيء؟ واللي انكمشوا معكم هدول شو هدول؟ هن شوية طحين على شوية عدس، دوبوا يتونا كم يوم. وغير الفرن؟ البايكي. البايكي. وغيرها؟ ولا شيء عمي، ما في شيء. يعني مخططين ومرستقين كل شيء ومزبطينه على خير. وبيقول لك شو جاب لهون؟ بعتز صلوا على النبي شباب. الله النبي الله يرضى عليكم. يا ابي ما تسمع جوابات، صلي على النبي. امرك يا ابي امرك. موك هذا كل شيء؟ هذا كل شيء عمي. واذا طلع في شيء ثاني وقت بتسوي اللي بدكم يا عمي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ليش هدول هون؟ شريف شريف مظافر شريف شريف، صلي على النبي الله يرضى عليك شريف. اللهم صل على النبي. بس هدول ما بينسكت عليهم بهالظروف يا ابو عصام، ولازم يترحلوا على الحبس. روي ابو ظافر، ما راح يصير الا اللي بدك اياه، بس انت طول بالك شوي. يا ابو قاسم، هلا اذا سكتنا وعفينا راح يطمعوا اكثر واكثر. الدنيا جوع وفقر، والناس مو لاقيه لقمه الخبز، والبلد عم يصير فيه بلاوي، وما بدنا الحاره تدفع الثمن. حبيدك والله يا ابو ظافر حبيدك. اسمح لي جدي، هدول عالم انا بعرفهم. هذا بيشتغل عطار بسوق الهال، وهذا بيشتغل ضمان على الموسم، وهذا بيشتغل بالفعاله، والجماعه يا جدي. لا جدي، ولو كان لو كان هذا الشيء لازم يدخلوا فيه الدرك، منسلمهم للدرك، ما بدنا نخالف القانون. ها هذا هو الحكي الصحيح. الله يستر على حريمكم، كل شيء الا الدرب. الفرنساوي مو مخلى حدا من شره، وعم يقش على ابو جناب. ومن غير شيء نحن هربانين. يشهد الله علينا، لولا الجوع ما كنا عملنا هيك عمله. معلش كلمه جدي. انتم شو هربانين؟ من تفتيش الحارات عمي، حاكم نص شباب الشام اساميهم عند الفرنسيين صاري. ايوه. سليم. تعال شوي جدي شو. امرك جدي. على ايته غير الفرن تبعنا؟ خلص صلي على النبي. شو حلتها؟ تعال انت هو حل واحد. شو عندك حكي جدي؟ هات لشوف. جدي هدول مال الحرمين، هدول اولاد عالم وناس مثلنا مثلهم، بس ابو ظافر بده يبيهم. يا جدي تدخل بمعيتك، تدخل خلاص يا اخي. يلا ما انا حصلك ما بدنا كمان نتبدل العالم. الله لا يحيجنا. لا ما بدنا اسمعوني ابو ظافر، نحن معي شواربك انت واخي ابو قاسم. انا من ناحيتي استفضت عمي، خلصت
كل شيء أخذوه الشباب سامحين فيه، حلال سلال، وعندي وعلى حسابي وأنا بعويض. هذا من ناحية الفرن أخي بشير، من ناحية الباقي تبع ابني الله بيعوضوه وخلصنا. تقبرني من فضلك. لا 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 ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي؟ شبك ابن عمي خير؟ ما فيش. هبات لي حمى، مالك على بعضك؟ ما فيش سؤال، ما فيش. والله ماني عارفان ايش بدي اقول لك. يبعت لي حمى، ما عم تطلع من تمي. شو في بالك يا صغار؟ خايفة يا أبو عصام، خايفة، خايفة يكون هالولد ابن حرام لا سمح الله. أعوذ بالله، عشان تحكي انت يا سعاد، وكلي الله الله يرضى عليك، هذا الولد فيه قصة وراه، فيه قصة، فيه قصة وراه. بعدين شو فرقه عني وعنيك؟ بشر مثلي مثلك، مثل كل خلائق الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا يا عمر لا. وما هيك يا سعاد، ما في شيء نعمله، ما في شيء نعمله غير إنه نحواه ونخليه بحضننا للصبي. ما شاء الله. لك والله مطالع معي سأل عنه وتطقص. والله بعرف، والله بعرف. لك اليوم عن غير عباية على دارك كان حتطلع مني. إيه والله، كنت حاكي بالجامع، شاف الشيخ عبد العليم، نكرت، قال لي في بتمك حكي، ما طلعت مني. قلت ما في شيء. لك صرت امشي بالشارع خايف يكون مبين علي. لا اله الا الله، وعم احسبها. بركي عرفنا اصطلاح الصبي، بركي انتهيت على خير. من تمك لابواب السما. اي ساعة بنكون غلطنا غلطة هلا قد حكينا، صح لما لا؟ واخرتها يا ابو عصام واخرتها؟ والله ما بعرف. لا حول ولا قوة الا بالله. لك سعاد، إذا هالولد رح يضايقك هنشوف له صرفة مندبره. لا والله، ما حدا بياخده من حضني غير أمه، والله يشهد. لا إله إلا الله. كنت أفكر إنه الشيخ عبد العليم وحرمته بياخده فيه سواب يعني. مو نحن اللي منبيع الأمانة ومنرمي الناس؟ روح هادو اللي علي إن شاء الله. شبك يا مو، ما تقوم تنام؟ ما في شيء يا مو، ما في شيء. انت بتتعب بالشغل، فوت نام ريح بدنك برضاي عليك. يا مو انا بدني مرتاح بس عقلي مو مرتاح. سلامة عقلك وبدنك خير يا مو؟ شو في ابي؟ وينه؟ وين البيت اللي بده يجيب لنا اياه؟ ليش تاركنا بالضيقه؟ ما بعرف ليش. برضاي عليك لا تقلب علي المواجع، هيك الله كتب عليك انك تحمل همنا ومسؤوليتنا. يا مو بوس ايدك، لا تحكي الحكي، بوس ايدك. طلبي روحي حطها في داكي وفي دا اختي. الله يرضى عليك ووفقك يا رب ويرزقك. قوم يا مو، قوم ريح بدنك، بكره عندك شغل. تصبح الخير يا مو. وانت بخير. سلام، أنا طالع بخاطري. بحياتك ما سويتها، من طول عمري بوضعك على باب لسقاق. شو صايبك؟ ايوه، معناته اللي حكاه هداك اليوم عن الهم والغم كان قصده. لا يا بعتز، شايفني حرمة نكدة؟ ايوه انا صرت نكدة. ايه شو عليه؟ انا نكدة؟ هاي القصة الناس بيفكروها سهلة وبياخدوها بعواطف وما بيعرفوا انه في من وراها مساءلة قانونية. مساءلة؟ ايه طبعا، ابوكي لازم يعمل تصريح للسلطة بالعدلية والمحكمة الشرعية باحتضان الولد. أبي ما بيرضى يا أستاذة، ما بيرضى.
قاعد هو وامي حاطين هالولد وخايفين عليه، وابي مسكر على الموضوع مشان ما يتجرس الصبي. الحق معه يا دلالي خاف عليه، بس هذا الشيء غلط، لانه الولد قانونيا يعتبر لقيط. هيك اسمه بالقانون لقيط؟ ومع الاسف هي القصه فيها حق عام. الاحتفاظ بالولد بدون اعلام السلطات هذا اسمه جرم كتم معلومات عن الدوله. ولي على قامتي جرم؟ اي طبعا جرم، وما له تسمعي تاني. ايوه طيب شو بدنا نعمل هلا؟ انا رح فهمك واشرح لك بالتفصيل شو بدنا نعمل مشان تفهمي لابوك. الله يلعن ابو هيك قانون بده يجرس الولد. يا امو نحن مو قدرانين نعمل له شيء، نقول له لابي؟ ليش ابي رح يرضى؟ وانا ما رح ارضى. هذا الولد يكون بمعلومكم، ما حدا بياخده من حضني غير امه. الله بعته جاب لي اياه امانه. يا امو القصه مو عنا، ليش هي الشغله على كيف ابي؟ الشغله فيها جرم، جرم كتم معلومات. ما بعرف، بس يجي ابوكم تفهموا معه، بس يكون بمعلومكم هذا الولد ما رح اتخلى عنه لو بتيجي فرنسا بمقفلها لنص بيتي. شو دخل فرنسا بالقصة؟ مو هذا قانونة؟ هاد قانون سوري يا مو. لا ستي فرنسي وستمية فرنسي، الله يلعن ابو الفرنساوية وكل غريب تحكم فينا. لك يخرب بيتهم يخرب بيتهم، ما عاد في بقلوبهم رحمة. خلص خلص انا بحكي معه. شبك لك اخي ليش ساكت؟ ما حكيت ولا كلمة. ما في شيء اختي ما في شيء، بس هيك مشلوش شوي بالشغل. ايوه انا شغل؟ اذا الدكان ما عم تفتحها. ومين قالكم ما عم بفتح الدكان؟ بس الحال دائر شوفت عينك. الله يفرجها يا امي الله يفرجها. وليه ما جبت معك ساره؟ عندها شغل. اي كانت اجت شوي، ان شاء الله بتقبشني. شفتها قديش متعلقه بالولد. يا حق لك بنتي حق، الله يجبر بخاطرها ويطعمها ولد احلى من ابوه. الله يسمع منك يا امي الله يسمع منك.